الجهة الثالثة المعنية بالتعامل، دي أهم جهة بالنسبة لنا، يمكن في محطات شحن السيارات الكهربائية، وبالذات المحطات الكبيرة في المشاريع الكبيرة والمحطات اللي احنا بنبدأ نشتغل عليها انفراستراكشر حاليا، اللي هي الفاست تشارجرز. الشركة السعودية للكهرباء عاملة ملفات كتير وأقسام كتير خاصة بالريكويرمنت أو المتطلبات في التعامل مع شواحن السيارات الكهربية، في منها عاملين يعني ملحق كده بيسموه سستينابيلتي انتجريشن اوف الكتريك فيكل تشارجنج سيستم. يعني انت لازم لما تيجي تعمل ربط، انا ركبت الفاست تشارجر، ركبت الشواحن بتاعتي، لازم اخد تصريح من شركة الكهرباء. هتلاقي هنا في الانتجريشن، في الجزء بتاع الانتجريشن دي مهمة جدا، اي حاجة عايز اوصل اشبك مع شركة الكهرباء لازم ارجع للريفرنس دي، تمام، اللي هي الانتجريشن اوف الكتريك فيكل تشارجنج سيستم، او بيسموها الاي في سي اس، الكتريك اهي حرف الاي فيكلز، تمام، تشارجنج سيستمز. هتلاقي دايما عندنا في معظم السبيكس، لما لو انت عندك مثلا بتركب في فندق او مول او حاجه زي كده بتركب شواحن سيارات كهربائيه، لازم كل شويه يكتب لك الكلمه دي اي في سي اس. اي في سي اس دي معناها الكتريك فيكلز، تمام، اللي هي الاي في تشارجنج ستيشنز او تشارجنج سيستم، ممكن تبقى ستيشن او ممكن تبقى سيستم، تمام. فانا لازم اكون على درايه كافيه بمتطلبات شركه الكهرباء السعوديه.